هذه مدينة الحديدة عروس البحر الأحمر، فمن هنا مرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الكهروتية، فطال الخراب والدمار كل تفاصيل الحياة بالمدينة، وأهلها الطيبون. المنازل دمرت، والمستشفيات والمدارس والفنادق وغيرها تحولت إلى أطلال نتيجة لميليشيات الشيطان إصابة طهران. ومن وسط هذا الخراب الفظيع يشرق أمل الحرية والتحرر وتحرير ما تبقى من عروس البحر الأحمر الحديدة. هنا نلتقي بعدد من أبطال حراس الجمهورية المتواجدين في قلب مدينة الحديدة لتطهيرها من ميليشيات الإجرام الكهنوتية. تابعونا حول ما يدور من قبل الأبطال. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن وصلنا إلى قلب الحديدة لمطاردة علوج إيران، نحن مستعدون لاستكمال ما بقى من المدينة وتطهيرها من هذه العلوج الخبيثة، وإننا بصدد استكمال الخطة الذي أعدها وأقام بها قائد المقاومة طارق محمد عبد الله صالح وزملائه من قادة الوحدات العسكرية الجنوبية والتعامية. وغدا لناظري قريب ستنظرون ماذا سيحدث في الحديدة، وإننا معازم على تطهير مدينة الحديدة ومديريتها الكاملة بيت الفقيه إلى حدود ريمة، وسنستكمل ريمة وصنعاء وصعدة إلى كهف القرآن الذي تم فيها القضاء على حسين بدر الدين الحوثي، وسيكون أيضا نهاية لعبد الملك بدر الدين الخميني. وأوعدكم وعد إننا قادمون وعازمون كل العزم. وما الآن مع أحد أبطال حراس الجمهورية، هل تؤكد للمواطنين بأنكم أتيتم من أجلهم؟ نعم، نؤكد للمواطنين بأننا جئنا لنخلصهم من هذا الشرذمة الباغية التي عاثت في الأرض فسادا، ونؤكد لهم بأننا إخوانهم، لن ينالهم منا إلا الخير، كل الخير. وكما يعرفون أن هذه الشرذمة الباغية نهبوا البيوت، دخلنا وصلنا إلى الحارات وقد نهبوها وفجروا المنازل العمارات والمساجد، حتى المساجد كان يخزنوا فيها ويعملوا المصاحف مداكي. ولذلك أدعو المواطنين في الحديدة وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن ينتفضوا، ونحن قادمون إليهم ومستمرون في ملاحقة الشرذمة حتى أن ظهر اليمن شبرا شبرا. هنا الحديدة ستنهض من جديد، ومستحيل ألف مرة مستحيل أن ينتصر زراع الألغام والمتفجرات على عشاق الحياة في أرض تهامة الخير وكل أجيال اليمن المساندين لأبناء تهامها الأبطال. فلم تنفعهم هذه الخنادق والأنفاق، فهاهي المشاهد تظهر كيف مزقوا بحقدهم شوارع المدينة مثلما فجروا منازل المواطنين والفنادق وكل جميل بهذه المدينة المسالمة، وهربوا وسيرحلوا عن حياتنا. هذا هو لسان حال أبناء تهامة وأبناء محافظة الحديدة الذي يرحب بأبطال المقاومة اليمنية لتطهير ما تبقى من مدينة الحديدة من ميليشيات القتل والدمار الكهنوتية. كل جميل بهذه المحافظة تم تدميره من قبل عصابة طهران. مشاهدين الكرام، هذا هو وجه الميليشيات الحقيقي، تدمير كل الممتلكات، تدمير منازل المواطنين وسط مدينة الحديدة. هذا أحد المنازل المدمرة والمنشآة من قبل ميليشيات الإجرام الكهنوتية. هذا الصرح الذي يعتبر هذا المبنى الفاخر الضخم الذي خسر مالكه ملايين، عشرات الملايين، وتم تدميره من قبل ميليشيات الكهنوت الإجرامية في يومين. أصبح هذا المبنى ترسانة عسكرية وثكنة عسكرية لميليشيات الكهنوت الإجرامية، مما أدى إلى دماره بالكامل. هكذا كما تشاهدون مشاهدين الكرام من وسط مدينة الحديدة، مباني أصبحت ركام بسبب الميليشيات. تابعونا لننتقل إلى جزء آخر من هذا التدمير. وهذا المبنى الثاني الذي تم تدميره.
كبيرة من قبل ميليشيات الإجرام الكهنوتية التي ما منطقة تصلها إلا وهي تدمرها وتدمر منازل المواطنين وكل الممتلكات. هذه قامت ميليشيات الكهنوت بتدميرها وتدمير كل جميل وسط مدينة الحديدة، لكن الأبطال يؤكدوا من هنا أنهم سيلحقوا ميليشيات الإجرام الكهنوتية وسيتم تطهير كل شبر من هذه المدينة وكل شبر من هذا الوطن الكريم وتأمين كل الممتلكات وما تبقى من ممتلكات المواطنين العامة وخاصة. هذا وجه الميليشيات الحقيقي والدمار الكامل لكل مباني المواطنين وسط مدينة الحديدة. الوهاب المران لقناة اليمن اليوم من عروس البحر الأحمر.